ألا وهي القلب. القلب هو المركز ديال الإنسان، به الإنسان كيكون فرحان، كيكون حزين، كيكون شقي، كيكون سعيد، وهو اللي الله تعالى ينظر يعني العباد دياله ينظر إلى قلوبهم. قال عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب هو اللي كيستشعر الأحاسيس الجميلة كإحساس السعادة اللي كلنا بدون استثناء كنقلبوا عليها وكنبحثوا عليها في هذه الرحلة الدنيوية. أي إنسان مهما كان اللون دياله، مهما كان الدين دياله، مهما كان العرق دياله، مهما كانت لغته، مهما كانت جنسيته، إذا سولتي شنو الهدف الأكبر ديالك في الدنيا يقول لك باغي نعيش سعيد. وعلى مدار هذا التاريخ ديال الدنيا ومدار تاريخ وجود الإنسان في الدنيا اختلفت المشارب والطرق ديال الناس في بحثهم عن السعادة، كلنا وشنو كيبان ليه. فاحنا كمسلمين عندنا واحد القناعة، ما هي؟ أن الله تبارك وتعالى أخبرنا بسر هذا الإنسان، وهو واحد النفخة روحية. الله تعالى لما خلق سيدنا آدم نفخ فيه من روحه، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. واحد الروح خلقها الله تبارك وتعالى ونسبها إليه نسبة تشريف، جعلها في آدم عليه السلام، فسجدت الملائكة لهذا المخلوق العظيم. هذا المخلوق المكرم المفضل على كثير من المخلوقات. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. الجسد مكون من مكونات الإنسان، وعنده واحد المكون آخر مهم ورئيسي وهو الروح. فالإنسان عندما يعتني بجسده بالتغذية، باللباس، بالرياضة، بالمتع الحسية كي يرتاح الجسد، ولكن الروح لا تجد لذتها ولا تجد حلاوة ديال الوجود ديالها. فالذي يسعد الجسد ماشي هو داكشي الذي يسعد الروح. فإذا كان الجسد يسعده الأخذ، الروح يسعدها العطاء. إذا كان الجسد كيتمتع، خلونا نستعملوا هذه الكلمة ديال المتعة واللذة وهي اللي متعلقة بالجسد، إذا كان الجسد يتمتع إذا قضيت الحوائج دياله، فالروح تسعد وتفرح ملي كتقضي الحوائج ديال الآخرين. إذا كان الجسد يمتعه الكسل والراحة والخمول، فالروح يسعدها ويفرحها الحركة والعمل والنشاط والإنتاج وبذل الجهد. فإذا حنايا مخلوقات روحية، ورحم الله من قال: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. سيدي ربي سبحانه جل في علاه كيقول لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون عرف سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقال بمعنى ليعرفون. فإحنا الهدف ديالنا في الدنيا اللي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى هو أن نعرفه. واللي كيقول بأن سيدي ربي من اللي نزل سيدنا آدم من جنة المأوى إلى الأرض عقوبة الله لأنه ارتكب المعصية، فهذا تأويل يعني بعيد عن الصحة. الحقيقة أخي الكريم أختي الكريمة أن سيدي ربي أنزل آدم إلى الأرض، وأصلاً قبل ما يخلقه قال الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، أنزله من أجل أن يعرف الله. لأنه لو بقى سيدنا آدم في الجنة ما عمره كان غادي يعرف الله تعالى بصفاته كلها، ما عمره كان غادي يعرف بأن الله تعالى من أسمائه الحسنى الشافي، لأن في الجنة ما كاينش حاجة سميتها المرض. ما عمره كان غادي يعرف بأن من أسماء الله الحسنى المانع، لأن كل شيء متاح في الجنة. ما عمره كان غادي يعرف بأن الله تعالى من أسمائه الحسنى الضار، بأسمائه الحسنى المذل، من أسمائه الحسنى المميت، لأن الجنة ما فيهاش الموت، فيها حياة وفيها خلود. فإذا سيدي ربي من اللي نزل سيدنا آدم إلى الأرض، الهدف شنو هو؟ الهدف هو أن سيدنا آدم يعرف الله تبارك وتعالى. فمجرد ما أكل من الشجرة هنا غادي يعرف أول اسم من أسماء الله، غادي يعرف بأن الله تبارك وتعالى قهار، يقهر العباد بالذنوب،
قهار ما قادرش. سيدنا آدم نسى العهد ديال الله تعالى وأكل من الشجرة. فهنا غادي يشعر سيدنا آدم بانكسار وافتقار وذل، فلجأ لمولانا الكريم سبحانه جل في علاه، وبدا كيطلب وكيرغب وكيقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فغادي يعرف اسم آخر من أسماء الله تعالى اللي هو التواب، اللي هو الغفور، اللي هو الرحيم. فهنا غادي يقول له سيدي ربي انزل إلى الأرض وانطلق في رحلة البحث، في رحلة المعرفة، رحلة التعرف على أسماء الله تعالى. فأخي الكريم أختي الكريمة، لله جل في علاه أسماء، قال عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها، اختلفوا العلماء في المعنى ديال من أحصاها، منهم اللي قال حفظها، منهم اللي قال فهمها. ولكن أخي الكريم أختي الكريمة، الحاجة اللي متفقين عليها العلماء أن هاد أسماء الله تعالى جعلها الله لنا من أجل أن نتخلق بها، من أجل أن أولا نتعلق بها وأن نتخلق بها. سيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سولوه شي مرة، قالوا له يا رسول الله أكثر شيء يدخل الناس الجنة، قال لهم زوج الحويش، الأولى تقوى الله. عشان هي تقوى الله هي التعلق بأسماء الله، وحسن الخلق هي التخلق بأخلاق الله تعالى. الله تعالى غفور، فالإنسان اللي كيكون غفور وكيسامح الناس فكيكون محبوب عند سيدي ربي لأنه تخلق بوصف من أوصاف الله. الله تعالى رحيم، واللي كيتخلق بخلق الرحمة كيكون محبوب عند الله تعالى، الراحمون يرحمهم الله. اللي كيكون ستير، الله تعالى من أسمائه الحسنى ستير، فسيدي ربي يحبه، إن الله ستير يحب الستر سبحانه وجل في علاه. فالشاهد أخي الكريم أختي الكريمة، هذه هي الرسالة دي الأنبياء التي من أجلها بعثوا إلى البشر. الرسالة شنو هي؟ هي يعرف الناس بالله تعالى، بصفات الله تعالى، لعل وعسى أن الخلق يتبعوه ويتخلقوا بأخلاق الله تعالى. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن مهمته قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكيقول له الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الإنسان الذي تخلق بأخلاق الله، الإنسان الكامل يكون هو الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك أكثر شيء يعني تقيل في الميزان ديال العبد غدا يوم القيامة شنو هو؟ شنو هو أثقل شيء في الميزان؟ أثقل شيء وش هو؟ الصيام وش هو؟ القيام وش هو؟ أثقل شيء كيقول النبي عليه الصلاة والسلام أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وثقوا بي وأكيد أنكم تشاركونني هذه الفكرة، هذه أن أزمة المسلمين اليوم ماشي أزمة عبادات، ماشي أزمة شعائر. الحمد لله الناس كتصلي، الحمد لله كاين إقبال على الصلوات، على الشعائر، على الأعمال. المشكلة اللي كاينة عندنا اليوم كمسلمين كاينة مشكلة ديال الأخلاق، أن الإنسان في وسط المسجد راه مسلم يعبد الله تبارك وتعالى، ولكن ملي كيخرج للشارع، ملي كيكون في مقر عمله، ملي كيكون في وسط الأسرة ديالو، يا ترى واش كيتخلق بهذيك الأخلاق اللي أمرنا الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتخلق بها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بعث من أجل أن يعرفنا بالله وأن يعرفنا بأخلاق الله وصفات الله تعالى وأسماء الله تعالى، من أجل أن نتخلق بهذه الأسماء وأن نتخلق بهذه الصفات. فالإنسان أخي الكريم أختي الكريمة ملي كتكون عنده هذه القناعة وهذه الفكرة وكيعرف لماذا هو موجود في الدنيا من أجل أن يتخلق بأسماء الله، هنا شنو كيوقع؟ كيوقع أنه كيعيش حياة طيبة، حياة مباركة، حياة منورة. قال سبحانه وتعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه غادي يذوق الثمرات ديال هذه المعرفة في الدنيا قبل الآخرة. شنو هي هذه الثمرات؟ أنه غادي يعيش حياة طيبة، حياة هنيئة، حياة فيها راحة البال، حياة فيها طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك كاين واحد الآية عجيبة جدا، وهذه في اعتقادي هذه معادلة ديال الناس اللي بغى تعيش اليسر في الحياة، الناس اللي بغى الأمور ديالها تكون ميسرة. قال تعالى
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. عرفتي ديك وصدق بالحسنى؟ صدق بأسماء الله تعالى، صدق بأن الله تعالى رزاق، بأن الله تعالى غني ومغني ووهاب وكريم وشافي وبارئ، صدق بأن الله تبارك وتعالى عليم وحكيم وقدير. فهذا الإنسان اللي مصدق بهذه الأسماء دي الله تبارك وتعالى ويجتهد في أن يتخلق بها، إيش كتكون النتيجة؟ فسنيسره لليسرى. إذن الهدف من البرنامج شنو هو؟ هو أن نتعرف على هذه الأسماء ديال سيدي ربي سبحانه وجل في علاه، ونشوفوا كي نديروا، كيف نتخلق بها، كيف نتصف بها. والإنسان نهار اللي كيبدأ هذه الرحلة هذه يقينا سيشعر بالراحة، يقينا ستتغير حياته، يقينا سيدخل إلى دائرة اليسر، فسنيسره لليسرى. وخليني أخي الكريم واختي الكريمة في ختام هذه الحلقة المباركة نحكي لك واحد القصة جميلة جدا ديال واحد البطة قرب إحدى البحيرات حطت البيضة ديالها. فملي حطت هذيك البيضة جاء واحد الطائر غريب وهز هذيك البيضة وما لقى فين يحطها إلا في عش الدجاج. حطها حدا واحد الدجاجة، هذيك الدجاجة هي والبيض ديالها تزادت هذه البيضة ديال البط، فبقات فقسات، خرجوا الفلالس وخرجت واحد البطة صغيرة. فهذيك البطة وهي صغيرة من اللي خرجت مع الفلالس كانت تعتقد بأنها من فصيلة الدجاج، ولكن من اللي كانت كتدوز حدا الماء كانت يجيها واحد الشعور غريب، واحد الشعور كيقول لها نتلاح نهبط ندخل وسط الماء. فكانوا الفلالس صغار الدجاج كيقولوا لها لا، وحنا الدجاج لم نخلق لهذا، حنا الدجاج اللي دخلنا الماء نغرقه. ولكن هي دائما كان يراودها هذا الشعور، وكانت كتجيها هذه الفكرة وواحد الرغبة ملحة أنها تدخل لوسط الماء. هنا أخي الكريم في يوم من الأيام قررت أن تجرب، فمن اللي قفزت ودخلت وسط الماء واكتشفت بأنها طائر برمائي ممكن تعيش في البر وممكن تعيش في الماء، انتبه واحد الشعور بالنشوة، واحد الشعور بالفرح، واحد الشعور بتحقيق الذات، واحد الشعور عمرها ما حست به في حياتها كله، لأنها عرفت بأنها خلقت من أجل أن تعيش في البر وأن تعيش أيضا في الماء. فولله المثل الأعلى، فالإنسان من اللي كيعرف بأنه راه في الدنيا من أجل